السلام عليكم شباب، معكم ميلاني 22 وحاليا xxMILANYxx. مثل ما تشوفون يعلى بلوتوكس مرحلة جنجل مات سنايبر. دائما لما ادش المرحلة امسك سنايبر، وامسك سنايبر الله يستر هذا على القدس. والحين اذا بغيت تعرفون شو اسمه تركات سنايبر، شلون العب سنايبر، بالنسبة للتركات استخدم لايت ويت ستدي قصدي ماراثون ستدي ام جوش وفلاش توماهوك وفليمر والكيل ستريك ثابت دايما العب فيه، يعني ما غيره. اذا بحال الحين شوف الكلام ما شفته بوم زين. الكيل ستريك سبايك لين كانتر سبايك لين بلاك. اذا ما تشوفون قاعد تضغط على الفيديو ليت ان الكليب او الجيم بلاي وايد طول، فسرعت عشان لا نطول اطول الفيديو وايد، راح تشوفون هالشيء يتكرر اكثر من مره. وطبعا انا سمكي صار الاسبوع كامل مسافر، انقطعت عن الواي فاي عن البلاي ستيشن عن اليوتيوب اسبوع كامل، والحين الحمد لله رديت ورجعت حق النشاطات المعتادة. لقيت بعد فوق النشاطات في ستيم في ار واللي وصل قبل كم يوم، الحمد لله هذا اول تسجيل لي بالفي ار. هذا الثاني ثالث ثالث النوم الثالث وين الثالث وين الثالث انزين. ومثل ما تشوفون على الطرف راح تلقاه مكتوب اكس اكس من هنا اكس اكس، هذا يوزر جديد يعني شو اسمه من 22 هديته انقلب اكس اكس من اكس اكس اللي هو حاليا يوزر جديد. فاللي حاب يضيفني مشكله، واللي حاب اكثر يتواصل اكثر معانا عندنا فيديو بالسكايب بالواتساب بالبي بي ام بالشو اسمه بس هذا كل شيء. ما في اكثر من هالشيء زين. و مثل ما تدرون اخوي الصغير اللي هو احنا كيف اسمه احمد، انا اسمي محمد اللي هو كتك ماسك اسمي محمد انا. وان شاء الله يمكن بعد شهر شيء كذي راح اسافر بعتبر بحث دراسيه عشان اعزف برا ان شاء الله ارجع اكون برا. اي و I want to say something for our English subscriber. If you wanted me to do an English commentary, tell us in the comments and I will make a full English commentary. I know my English is kind of bad, but I try to do an English commentary. Okay, هذا حق رمان انجليزيين. و قبل كم يوم مو قبل كم يوم قبل اسبوع اللي هو يوم الجمعة رحت حق بطولة فاتلكو، كانت من احلى ما يكون، بطولة روعة والمشاركة روعة بس لا تنافي بالضبط. وهناك شفت ربع من دبليو 2، شفت ايطالي، شفت لوك 7 تيرورايزر، ومن ربعنا على اليوتيوب جوكر هارد ستايل بلاك جوك ويمكن ستورم كويت ستورم، يعني اغلبهم ربع اخوي من ربعي بس يعني عرفهم. وطبعا مثل ما تشوفون كذا العب بلاك اوف، ما نزلت كلش لقطات ام دبليو 2 الا يمكن لقطه لقطتين على اخر ايام ام دبليو 2. ليش؟ انه ما ادري اشوف ان سنايبر بلاك اوف احلى، اسلحته احلى، الكيل ستريك ما احلى من دبليو 2، ما اطيح حق دبليو 2 اوف تبوي شو تسوي، فما ادري كذا انا اطيح حق بلاك اوف. كل واحد وهذا بعد ما لا اعرف اسوي تريك شوت ولا اعرف سنايبر من دبليو 2، فليش العب؟ مثل ما تشوفون الجيم بلاي من فايل شير مالي، يعني من زمان عندي اياه وتو وصلت الفي ار، فقلت اتفرج على اول كومنت لي. وان شاء الله قناة راح تسوي تغييرات بعد تقول اي شيء في ار اللي 1212 راح في يوم تغييرات، راح انزل جيم بلاي وايد كومنتريات اكثر. راح ننزل شو اسمه توتوريالز شنو تبون اي شيء تبون راح ننزل ان شاء الله. راح تلقون قناة تتطور اكثر واكثر، راح تلقون كليبات خاصة لي او حق اخوي احمد، راح تلقون تيك شوتات راح تنزل اكثر، ابيسودات مونتاجات تكون ننزل عادي. و بس خليكم مع باقي المقطع اللي خلصته كنا 11/4 كل ابحاث سنايبر سنايبر مو كل شيء يعني جيم سنايبر كلش كلش، هذا يمكن دفعة 10 مو دفعة واحدة الجيم يخلص. وللأسف فيها التعب والذبحات وحالة حالة أخسر الجيم للأسف، كنت قريبة بلاك بلاك بعد ما أشبع ما يصير، بس الحمد لله يعني ما كل أي ظروف كل شيء يعني ما أصدقه.
فالحظ يضيفني على بلايستيشن على اليوزر الجديد. مثل ما قلت لكم xxMILANYxx اسمه بس ثانكس.